الأصدقاء الحلوين، النهاردة هنبدأ درس جميل جدا وسهل، والدرس بعنوان مكونات الأعداد من 2 إلى 9. مكونات العدد 2، عندنا يا أصدقائي بيقول لي 1 + نقط = 2. تعالوا يا أصدقائي نفكر، كام زائد كام يدونا 2؟ تعالوا نفكر، احنا دلوقتي لو عندنا بنت وولد، انا دلوقتي بقول كم عدد بنت وولد؟ دلوقتي بقول بنت وولد يعني شخصين. طب يعني الشخصين دولت يتحط لهم كام رقم؟ كام رقم؟ 2. طب ايه كام في كام يدونا رقم 2؟ دلوقتي عندي تفاحة وعندي تفاحة، يبقوا كام؟ تفاحتين. دلوقتي كده احط 1، يبقى 1 + 1 = 2، يعني تفاحة زائد تفاحة بتساوي تفاحتين. مكونات العدد 3، عندنا يا أصدقائي هنا مجموعة من النجوم. أول مجموعة متكونة من نجمتين، وتاني مجموعة متكونة من نجمة واحدة. دلوقتي يا أصدقائي إيه اللي مطلوب مننا؟ يا ترى المجموعتين دول، تعالوا نبدأ يا أصدقائي كده بالمجموعة الأولى، نجمتين، تعالوا نقول 2 + 1، 2 + 1، يعني النجمتين دولت يا أصدقائي ممكن احنا نزود عليهم 1 هيدونا الرقم 3. لو قلنا 2 + 1 عددهم هيقول بيساوي 3، يعني النجمتين دولت لو حطينا عليهم نجمة كمان هيبقوا 3. تعالوا نطلعهم على ايدينا يا أصدقائي، نجمتين زودنا عليها نجمة تاني، يعني صباعين زودنا عليه صباع تاني، يبقوا كام؟ 3. طب لو قلنا، لو عكسنا وقلنا 1 + 2 هيساوي كام؟ برضو 3 يا أصدقائي، يعني نجمة ونجمة ونجمة بيساوي 3 نجمات. هيبقى مكونات العدد 3، 1 + نقط و2 + نقط. يا ترى الإجابة كام في كام؟ كام زائد كام يدونا 2؟ 1 + 2 يدونا 3، و2 + 1 يدونا 3. تاني، 1 + 2 يدونا 3، و2 + 1 يدونا برضك 3. مكونات العدد 4، عندنا يا أصدقائي مجموعة من الكور الجميلة. تعالوا مع بعض نعدها، 1 2 3 4، يبقى عددهم 4. طب يا ترى يا أصدقائي كام زائد كام يدون 4؟ كام زائد كام يدون 4؟ شطار، 3 + 1 يدون 4. طب تعالوا نتأكد من كلامنا يا أصدقائي، تعالوا نطلع نضم صوابعنا ونطلع كده 3 صوابع، 1 2 3، 3 صوابع. طب تعالوا يا أصدقائي نزود على 3 صوابع دولت صباع، هيبقوا كام؟ 4. طب تعالوا نتأكد، تعالوا نعد صوابعنا، 1 2 3 4، يبقى كام في كام زائد كام يدون 4؟ 3 + 1. يبقى كده هنقول ايه يا أصدقائي؟ 1 + 3 = 4، و3 + 1 برضو بيساوي 4.
هتكمل. 3 + 4؟ تعالوا نفكر يا أصدقائي، احنا لسه قايلينها. شطار، أنا سامعة ناس بتقول 1. 3 + 1 بيساوي 4. هنضم ايدينا ونطلع 3 صوابع ونزود على 3 صوابع صباع تاني، هيبقى 4. طب 2 نقط بيساوي 4. 2 + نقط بيساوي 4. هنزود كام عدد على رقم 2 علشان يدونا 4 يا أصدقائي؟ هنزود صباعين كمان، هيبقوا 2 + 2 بيساوي 4. هنضم صوابعنا ونقول ونرفع 4 صوابع، 1 2 3 4، صباعين زودنا عليهم صباعين بـ4. طب كام زائد كام يدونا 4؟ كام زائد 3 يدونا 4؟ ناقص لنا عدد ونكمل التلاتة يا أصدقائي، ناقص لنا عدد ونكمل الأربعة يا أصدقائي. يلا نفكر. شطار، 1 + 3 بيساوي 4. يبقى تعالوا نقولهم مع بعض تاني يا أصدقائي. 3 + 1 بيساوي 4، و2 + 2 بيساوي برضو 4، و1 + 3 بيساوي 4. يبقى هنقول كده في البيت الصغنون ده 1 + 3 بيساوي 4، و2 + 2 بيساوي 4، و3 + 1 بيساوي 4. دي مكونات العدد 4. مكونات 5، العدد 5. دلوقتي عندنا مجموعة من البلالين مكونة من 5 بلالانين، وعندنا برضو كده هنقول 3 + 2 بيساوي 5. تعالوا نضم صوابعنا ونقول 1 2 3. كده خلصنا رقم 3. طب تعالوا هنحط ايه في النص؟ رقم زائد. هنحط في النص علامة زائد، وهنطلع بالرقمين التانيين اللي هما صوابعنا الاخرانيين 1 2. يبقى كده فردنا صوابعنا كلها، هتبقى كام؟ 1 2 3 4 5، 5 بالونات. يبقى 3 + 2 بتساوي 5، و2 + 3 برضو بتساوي 5. طب عندنا مجموعة تاني برضو من البلالين، لو دي كده عددها كام؟ 5. طب تعالوا نعد البلالين يلا يا أصدقائي. 1 2 3 4 5. تعالوا يا أصدقائي نعد تاني ونشوف كام زائد كام يدونا 5. عندنا برضك يا أصدقائي عددين غير 3 + 2 بيدونا برضك 5. عندنا 4 + 1 بيدونا 5. يبقى دلوقتي مكونات العدد 5 كام؟ عندنا 3 + 2 بتساوي 5، و2 + 3 برضو بتساوي 5، و4 + 1 برضو بتساوي 5، و1 + 4 بتساوي 5. أكمل. نقط + 1 بتساوي 5. تعالوا نفكر يا أصدقائي ونشوف كام زائد كام يدونا 5، وتعالوا برضو نفكر كام زائد كام يدونا برضو 5. نقط + 2 بتساوي 5، وتعالوا نشوف نقط + 3 بتساوي 5. دلوقتي عندنا 4 + 1 بتساوي 5. يلا نحفظها مع بعض يا أصدقائي. 4 + 1 بيساوي 5، 4 + 1 بتساوي 5،